بعد مرور أكثر من 5 سنوات على إبادة الإيزيديين في شنغال وعدم عودة أغلبية إيزيدي جنوب الجبل إلى مناطقهم التي تم اجتياحها من قبل إرهابي داعش في الثالث من آب عام 2014. هنا في مجمع جرزلك التابع لناحية القحطانية بدأت الهندسة العسكرية بتطهير المنطقة من مخلفات داعش. فرقة الهندسة العسكرية كتيبة الهندسة العسكرية فرقة 20 وفرقة 16 وفرقة 15 مع مقر العام وقسم المعالجة في الهندسة العامة لوزارة الدفاع بتشكيل 15 مفرزة متنقلة ومتجولة لتنظيف المجمعات القحطانية ومركز الناحية القحطانية والعدنانية والجزيرة، وكل فرقة تقوم بتطهير أي قطعة أي دار سكن تكتب عليه مطهر، وإن شاء الله خلال نهاية هذا الشهر سوف يتم إعلان الناحية مطهرة من الألغام والعبوات والمفخات والأجهزة الغير منفلقة. مرزي عامر جندي عراقي من مدينة باب المسيف التابعة لمحافظة الحلة يأتي إلى مدينة سنجار الإيزيدية ويخاطر بحياته من أجل تأمين حياة الآخرين. تصور الوضعية اللي صارت قبل يومين، طلع هنا 2 شهداء همتين دا يعني أغلب البيوت الحوالي ترجع يعني لمكاناتها، فالبيوت أغلبيتها يعني مفخخة، فدا نطبلها يعني صعوبة كلش قوية، والعدو المقابل يستخدم أغلبية الوسائل الصعبة. حاليا هاي المنطقة بدينا بها مثل ما لاحظتوا، منين جيتوا من نقطة السيطرة من هناك من طبيته لحد هذا البوكس طبيناه، يعني تقريبا نص من المنطقة يعني كمل، تقريبا نص من المنطقة، والنص الثاني راح يواجهنا بصعوبة أكثر لأن يعني النص الثاني كلهم فخخ. جو عليكم هم دخلوا جو المنطقة. واضح. هنا في الكثير من القرى والمجمعات الإيزيدية التابعة لناحية تل عزير وقيروان البيوت مفخخة ولم يتم تمشيطها بالكامل، وفرق الجهد الهندسي يواجهون صعوبات كثيرة لتفكيك تلك العبوات الناسفة من منازل المواطنين. أطهر منطقة العدنانية على أسوة على فرقة 15 و16 اللي هم يطهرون منطقة القحطانية والباقية. أنا بالنسبة لي خاطئ منطقة العدنانية. الحمد لله والشكر أنا طهرت تقريبا 60 إلى 65%. وقال 30% أطهره كامل، بس راح أعيد التطهير مرة ثانية للتأكد 100% على مدمارد أي ضحية يصير حتى لو جرح واحد. فما قاعد نعرف بأن البيت اللي الآمن أو لا، فإحنا قاعد نطهر بشكل عام، وأكو بعض المدنيين اللي كانوا قبل ساكنين هنا خلال زيارتهم البيتهم شايفين أكو بعض الأجسام الغريبة الموجودة، فقاعد يخبرون إحنا نروح نشوفه يطلع صحيح البيت بيه عبوة مفخخ. فأهم يعني نشكر المدنيين اللي قاعد يساعدونا بهذا الجانب. بعد تحرير قرى وقصبات جنوب جبل سنجار وأثناء زيارة المدنيين إلى منازلهم، حيث وقع أكثر من 20 شخص إيزيدي ضحايا تفجير منازلهم، لمؤسسة إيزيدي نيوز فارس مشكو ناحية العزير.